طيب معلش يا شيخ، في سؤال تاني. دلوقتي أنا ساكنة في منطقة بعيدة شوية، يعني ما بيني وما بين جوه البلد المنطقة دي فاضية شوية، يعني لو ركبت عربية بيكون على الطريق ده كله فاضي. فحضرتك كنت قايل إن الموضوع العربية ده تعتبر خلوة. ما هو طبعا ممكن يخطفك يعني اذا كنت يعني راكبه لا، مع لو حد بقى احنا طالبينه مخصوص، يعني مثلا سواق بس من العيلة أو من المعارف وعارفينه، يعني مش هو بحاجة عنه. رجل اجنبي او ليس باجنبي؟ لا أجنبي. اجنبي ممكن يتكلم معك كلام فارغ او ليس بممكن؟ لا، ليس لا ازاي ممكن. يعني، انت ملك وهو ملك، انت ممكن تتكلمي معه كلام فارغ؟ لحبتي يا أختي، كل يوم بعد يوم يعمل لك زو يعني وينعم صوته ويتخنس وأنت أيضا تتأنسي والدنيا تخرب يوم بعد يوم. ايوه، هو انا هذا وارد يعني، ازاي؟ اوكي، هذا هو مثلا اللي بيطلبه في التليفون هو يستنى تحت، فانا بركب العربيه يا او أختي في العربيه مسافة يعني. فارغة طويلة، في مسافة فارغة طويلة ممكن يعبث معك في الكلام الشيطان، لن يتركك ولن يتركه، أنت محترمة وفاضلة لكن الشيطان مش محترم، صح؟ الشيطان محترم؟ لا طبعا، بس انا اصلا مش بيكون في اي هيسيبك مجال يعني للحديث خالص، الشيطان؟ وانا مش ما يعني هو انا اصلا الأول مش كده، عارفه، يعني انا بنزل الضروره بس. افهمي الكلام بس يا ايه أختي، افهمي الكلام بس. حاضر. معظم النار من مستصغر الشرر، نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء. الأول أنت محترمة جدا والحمد لله وهو محترم وولاد حلال، لكن الشيطان عياذا بالله مفسد، هيجي لك الشيطان ويجي له الشيطان. وخلوة، والنبي قال لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. أنا خايف عليك، أنا يعني أنا أستفيد منك، انا فاهمه أنا كويس، أستفيد يعني منك حاجة؟ أنا ما تحطش في حكم المسلم. والله يا أختي أنا أخشى على نفسي، والله أخشى على نفسي، أقول لك إيه بس أكثر من كذا؟ رجل أجنبي وأنت امرأة أجنبية، والرسول قال لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، ومسافة فاضية طويلة، مسافة فاضية طويلة، لازم اليوم الأول الشيطان يستدرج، خطوات الشيطان لا تتبع. الله يسلمك.